تحية لك يا ميسون من جديد. بالفعل نعود للعلامة الفارقة للي مهما تكلمنا وكتبنا فيهم أشعار لن تفيهم هذه الكلمات ولا هذه العبارات. الجمهور جمهور النشامة اللي ما شاء الله يتزين بالأعلام ويتزين ما شاء الله بشماغ وكل الجمال هنا المنثور هنا في ملعب أستاذ خليفة. كيف شايفين الأجواء شباب اليوم؟ والله أجواء رائعة، وإن شاء الله اليوم النشامة بفوزوا. إحنا ما قلنا على حسبة مين مع مين نلعب أو مع مين، النشامة قدها وقدود إن شاء الله، وإن شاء الله للدور الثاني والثالث والرابع والنهائي إن شاء الله. يعني ما شاء الله أجواء عائلية بامتياز هنا. نعم إن شاء الله الفوز للنشامة والفوز عائلهم، وإحنا معاهم على الخسارة قبل الفوز، إحنا بندعمهم قلبا وقالبا. أيضا ميسون يعني الشباب الحلوين الجميلين ما شاء الله اللي معنا الآن بالأعلام، شباب أنتوا شجعوا اليوم مين؟ الأردن! الأردن! حبايب ما شاء الله عليهم ما شاء الله. اليوم ما شاء الله حضور بارز الجماهير الأردنية هنا في ملعب خليفة. أكيد النشامة مع الأردن وين ما كانت ومع مين ما لعبت، كلنا وراهم، هم اللي مفرحونا، هم سبب فرحتنا. الحسين عموت تصرح بأن النشامة مستعدون للدور الثاني، من نقابل النشامة مستعدون، ما في أي مشكلة إن شاء الله. صدارة أردنية والفوز للأردن وللنشمي إن شاء الله، الفوز لنا إن شاء الله، ونقابل اليابان ونفوز على اليابان بإذن الله، واحنا النشامة 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 يعني. بصراحة ميسون هذه الروح والمعنوية اللي تعطي النشامة بصراحة حافز في أرضية الملعب. الزرقاوي اليوم الاستعداد الرابطة للجماهير اللي ما شاء الله حضور كثيف هنا في المدرج. ميسون صباح الخير إليك ولا مستمعين تلفزيون الأردني ومشاهدين تلفزيون الأردني. من قلب الدوحة احنا مع النشامة سفراء لعلم الوطن وراية الوطن ان شاء الله. بإذن الله النشامة قدها والنشمي ما منهم سلامة ان شاء الله. والله يا اخوي صايل نشمي لا يصعب عليه اي شيء. احنا الناس بيقولوا انه المنتخب الاردني بس مجرد مشاركة، لا يا عمي، النشمي لا يصعب عليه شيء، لا يصعب عليه شيء ان شاء الله. باذن الله راح نكون الحصان الاسود زي ما كنا ب 2004 بالصين باذن الله. النشمي على قدر التحدي في هذا البطولة اكيد كالعاده، ومنصورين بعون الله، وان شاء الله غير نتغلب على البحرين بحيث نتصدر المجموعه ونواجه اليابان ونطلع للدور اللي بعده بعون الله باذن الله. كيف شايف الاجواء اليوم في الملعب؟ الاجواء جميله وحماسيه بشكل كبير يعني احنا بالملعبهم. يعني شباب بدها أغنية المنتخبنا، يعني اليوم أغاني أردنية للمنتخب وعرس وطني. وهي يالله منصورين لبعون الله، وهي يالله هي يالله منصورين لبعون الله. صدارة بس قولوا، صدارة بس قولوا، صدارة بس قولوا، صدارة بس قولوا. يا النشامة رافعين الراس، يا النشامة منتخبنا، يا النشامة.